يقول أعمل في مصلحة حكومية ويأخذون من مرتبي تأمين إجباري يخصم قبل استلام المرتب، وهناك تأمين اختياري يسمى بتأمين العاملين بالوزارة يقومون فيه بخصم 3% مثلا شهريا وفي نهاية الخدمة وبلوغ سن المعاش نأخذ على هذا التأمين 100 شهر مكافأة على آخر مرتب، ما حكم ذلك؟ التأمين لا يجوز سواء كان إجباريا أو اختياريا، لا يجوز التأمين لأنه أكل للأموال بالباطل، لا يجوز. أما إن كان يقصد بهذا التقاعد، التقاعد الوظيفي، هذا نظام حكومة، يأخذون من راتبك ويضيفون إليه شيء من عندهم من بيت المال ويعطونك إياه أو يعطون من بعدك، هذا نظام التقاعد، هذا ماشي ما في شيء، لأنه مأخوذ من راتبك ويضاف إليه من الحكومة مساعدة. أما أنه يؤخذ ويستعمل في الاستثمار الربوي هذا لا يجوز ولا يصح هذا ولا تأخذه. نعم.